للمزيد تنضم معنا المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي. مرحبا بك سيدة جمانة. يعني هناك حديث عن من قبل الكثير من الأحزاب بأن الانتخابات ستجري في موعدها حتى وإن انسحبت بعض الكتل، هل هذا الانسحاب فعليا يؤثر على سير عملية الانتخابات في وقتها المحدد؟ فيما يخص موضوع الانسحابات، لا تؤثر هذه الإعلانات والأحاديث عن الانسحابات، لا تؤثر على عمل المفوضية وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 10 تشرين الأول 2021. مفوضية الانتخابات ماضية في عملها، أنهت العديد من مراحل العملية الانتخابية، إذ أنهت طباعة البوسترات للمرشحين للتصويت العام وأنهت طباعة الدليل للمرشحين للتصويت الخاص، وشرعنا بطباعة ورقة الاقتراع. كون مفوضية الانتخابات صادقت على المرشحين وأجرت قراءة أرقام المرشحين في كل مكاتب المحافظات الانتخابية في العراق في عموم أرجاء العراق، وبالتالي شرعنا بطباعة ورقة الاقتراع. طيب سيدة جمانة، بعد إغلاق باب الترشيح الآن انسحبت هذه الكتل، ما موقف هذه الكتل؟ هل يحق لها الانسحاب أو إذا جاءت الانتخابات وبقيت منسحبة ما مصيرها؟ استاذنا، دستوريا يحق لهؤلاء الانسحاب، وبالتالي مفوضية الانتخابات حددت مدة للانسحابات منذ 13/6 إلى 20/6. كونه حق دستوري وبالتالي مفوضية الانتخابات عملت بذلك تنفيذا لهذه المواد، وفتحت فترة للانسحابات واستقبلت طلبات الانسحابات وانتهت وأغلقت في 20/6. بالتالي لا تؤثر هذه على عمل المفوضية الآن. هل يحق له العودة؟ أيضا أنه لم يقدم، لا استاذ، الانسحاب بعد خلص، الانسحاب في حينها يعني في قبل 20/6 بعد خلص انتهى، ما يرجع. لا، ليس من الممكن ان يدخل لا في تحالف اخر ولا حزب ولا حتى كمرشح فرد، يعني ما ممكن. طيب، انتهت واغلق في 20/6. فضلا طيب عن ذلك انه لدينا 3249 مرشح لم يقدم منهم اي طلب رسمي تحريري الى مفوضيه الانتخابات، ننتظر بعدها قرار مجلس المفوضين حول ذلك. طيب، فيما يخص إجراء مفوضية الانتخابات يبدو أنها يعني تعمل بجهد مكثف، تقوم بعملية محاكاة، قوات أمنية مرافقة لهذه العملية المحاكاة، كيف هي هذه الإجراءات؟ هل ترونها سلسة؟ الانتخابات المقبلة على إثر هذه عمليات المحاكاة ستكون سلسة بالنسبة للناخب؟ أكيد، هي عملية الاقتراع تقريبا هي واحدة لكل المراحل الانتخابية السابقة، منذ استخدمنا أجهزة الاقتراع الإلكتروني وأجهزة التحقق الإلكتروني، بالتالي هي عملية سهلة كونه لدينا موظفين، سوف يكونون موظفين اقتراع موجودين، هم يستقبلون الناخبين وهم يدلوهم على آلية استخدام هذه الورقة، وهناك دليل سوف يكون موجود في كل المحطات بالنسبة للتصويت الخاص، وبوستر للمرشحين في كل مكان، وبالتالي هناك موظفين مختصين هم الذين يأخذون الباركود لورقة الاقتراع، هم الذين يعني يتحدثون مع الناخبين بآلية وضع بصمة الأصابع العشرة، لأنه الناخب الذي لديه بطاقة قصيرة الأمد يجب أن يبصم بأصابعه العشرة في جهاز التحقق. هذه كلها هي الموظفين سوف يقوم بعملية استدلال للموظف، وبالتالي سوف يسجل طيب ويبقى الاقتراع والاختيار هذا سري للناخب وحصل طبعا. بالنسبة للقوات الأمنية الإضافية المرافقة للعملية الانتخابية، يعني المواطن يتساءل لماذا هناك قوات إضافية سترافق العملية الانتخابية، قوات طارئة سميت بالقوات الطارئة؟ نعم أستاذ، نحن نعمل مع اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، هي من تقوم بهذه الخطط الأمنية كونها هي مسؤوليتها حفاظ أمن وسلامة العملية الانتخابية، يعني مكاتب المحافظات وموظفيها، مراكز التسجيل، مراكز الاقتراع، المخازن، موظفين الاقتراع، الناخبين الذين يدخلون هذه المراكز، هذه كلها مسؤولية اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، تقوم باجتماعاتها الدورية وأيضا لديها تشكيلات في كل مكاتب المحافظات الانتخابية. فضلا عن ذلك أنه لدينا عضو من أعضاء مجلس المفوضين من ضمن هذه اللجنة الأمنية العليا، ومدير عام دائرة شؤون الأحزاب أيضا من ضمن اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، هم من يقومون بعملهم حفاظا على سلامة العملية الانتخابية والناخبين والمواطنين. نعم، المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمالة الغلاي، شكرا جزيلا على هذه المداخلة.